أهلا وسهلا بكم مشاهدينا من جديد. سوف نذهب مرة أخرى ونفتح ملف المدارس الخاصة، واتفقنا ويبدو أننا متفقون دائما على أن قصة وأزمة المدارس الخاصة هي أزمة يعني ثلاثية الأبعاد، المدارس الخاصة وما تعاني العاملين في المدارس الخاصة ومنهم المعلمين وأيضا الاستغناء عنهم وقصة رواتبهم وأيضا أولياء الأمور. الجميع تضرر بأزمة الكورونا، أولياء الأمور أيضا منهم يعني خاصة احنا بنحكي عن المدارس الخاصة يعني الطبقة الوسطى، تضررت الطبقة الوسطى بشكل كبير، وفي الآونة الأخيرة يعني أغلقت المحلات، فأيضا قصة الالتزام بدفع الرسوم واحدة من الإشكالات. عملنا استطلاع يسأل المواطنين: دفعت رسوم ابنك في المدارس الخاصة؟ خلينا نشوف كيف وكم دفع الناس ثم تبريرهم في حال دفع أو لم يدفع. نسمع ماذا قال الأردنيون. نعم دفعتها. ليش؟ لأن المدرسة ملتزمة معي وأدوا كل الدروس إلكترونيا مع أولادي، وهذا الإشي يعني بيرتب علي التزام. بخصوص الرسوم الدراسية ما بندفع شهري، والمدرسة والمدرسين متواصلين بشكل كامل مع ابني الطالب في مدرسة الأرقام، وما قصروا يعني متواصلين أونلاين. يعني خلينا نقول من ناحية قانونية ومن ناحية ضمير يعني لازم ما يأخذوش منا، لأنها في عطلة، ما كانت عطلة المدارس، بس احنا مضطرين لانه رايحين يضغطوا علينا بشغله الباصات وما يقبلوش الاولاد يدخلوا على هذا، بده يكونوا كمان تعاملهم امام زملائهم كمان الاولاد نفسيا يعني يصير يضغط عليهم ما دفعتوش. لا ما دفعتش انا اولادي في مدارس حكوميه فعليا، نقلتهم من مدارس قبل فتره من الخاصه للحكومه. كنت دافع من بدايه السنه فلم ادفع اي مبلغ، يعني ما طلبوني مش لسبب انه لهم احقيه ولا ما لهوش احقيه، يعني مش الموضوع موضوع حق ومحاسبة، لا، لأنه تبع المدرسة الخاصة عنده موظفين، فبالنهاية هو رح يعني يضيق على الموظفين تبعونه، فعشان من هذا الباب كنت رح أدفع. والله أنا ما عندي أبناء، إن شاء الله ربنا بيرزقنا، بس أنا بعرف يعني كثير من أقاربي يعني عندهم أبناء والمدرسة أجبرتهم أنهم يدفعوا رسوم المدارس الخاصة مع أنه ما كان في تعليم، ولازم كان يعني في تخفيض على الأهالي يعني عشان الظروف الكورونا. أتوقع أنهم عفوا مش متأكد، بس أتوقع أنهم عفوا لأنهم ما طالبون. دفعتها جميعا لأنه صعب جدا على المدرسة الخاصة أنها تقدر تتحمل الرواتب، فإحنا كنوع من التكافل وإحنا أسرة واحدة زي ما حكى جلال سيدنا، ولازم يكون في نوع من التعاون. يعني إذا استمعنا يعني شريحة من أولياء الأمور فيما يتعلق بدفع الرسوم. أيضا معنا على الهاتف الأخ مراد أبو صالح، وهو أحد أولياء الأمور الطلبة الموجودين في المدارس الخاصة. مساء الخير أخ مراد. الله يمسيك بالخير. الله يحييك. يعني لو أردنا أن نتحدث عن الطلاب وأولياء أمورهم في المدارس الخاصة، يعني إحنا بنحكي أولياء الأمور شريحة في المجتمع تضررت في أزمة الكورونا، كيف يمكن أن نقيم تعاملهم مع قصة دفع الرسوم؟ تفضل. لا سيد عمر، بالنسبة للمدارس الخاصة وأولياء الأمور صراحة يعني مشكلة قائمة. يعني أنا من خلال الاطلاع على الموضوع هذا كثير من الأصدقاء والأقارب لحد الآن ما انحلت المشكلة، وفي بعض المدارس كلفوا الآن يعني بعض المحامين التعيين المدارسي يكلموا أولياء الأمور، صارت الشغلة يعني شوي يعني جدية. نعم. عرفت علي؟ المشكلة العقد اللي بيننا وبين المدرسة ما اكتمل، الخدمة اللي متفق أنا مع المدرسة معها ما اكتملت في شهرين ونص تقريبا، المدارس قاعدين يطالبون فيهم كاملات. طيب بس بالنسبة للقصد، يعني أنا ما بالنسبة إنا والمدارس إحنا ما نقول لهم يا مناش نعطيكم، لا، إحنا بدنا نتعاون إحنا وإياكم شايف اللي مناصفة بيننا وبينكم، هاي جائحة عالمية، مش بالنسبة مش ضرتني أنا لحالكم، ضرتكم أنتم، ضرت صاحب العقار، فكثير ما يضروا منها. هاي نقطة أولى. النقطة الثانية بالنسبة للتعليم، عدم الاستعداد للتعليم من المعلمات، يعني إحنا كأولياء أمور كأهالي يعني كانت في معاناة إنه قصة التعليم عن بعد لم تكن يعني بشكل جيد. هل المعلمين ماخذين دورات عن التعليم على البعد؟ اللي بدرسوا قاعدين في جامعات في امريكا، شايف علي؟ في برنامج وفي اسس التعليم على البعد، الطالب لازم يكون قدام كمبيوتر قاعد، مش جهاز تليفون واحد ولا اثنين في البيت والكل بتقاتل عليه، ومره بيقطع النت ومره بيقطعش، الاولاد ما اخذوا حقهم في التعليم نهائيا. عرفت علي؟ والمعلمه شو ماخذ دورات مشان يتعلم عن بعد؟
المعلمين مش مستعدين عن التاي والأهالي مش مستعدين تفاجأوا. شايف علي؟ هاي كيف في كمان نقطة بالنسبة للتعليم، يعني كان والله سامحهم الأساتذة والمعلمين يودوا فيديوهات بأي لحظة الصبح المساء الجمعة، طب الأهالي شو بدي لحقوا؟ كلهم جهازين تليفون وكله نت واحد في الدار بوزع على هذا، شو بدي لحق؟ فإحنا يعني بصراحة يعني في مظلمة فيها، لازم يكون في قرار من الحكومة فيها يعني. يعني أنت تقترح إنه الشهرين ونص هذولا يتم حسم بمقدار، أنت شو اقترحت؟ نص بنص؟ نص بنص على الأقل، أو ما تراه مناسب المدرسة يكون في حق. عرفت علي؟ المدارس خصموا 20 دينار فقط على الطالب نسبة للمواصلات. طب كمدرسة مصاريف الكهرباء، مصاريف النت، المصاريف الأخرى للمدرسة، البساط، الديزل، التصليحات، طب كثير المدرسة يعني ما دفعت. ليش بالطالب فيها مدرسة إن أدفع لك كامل القسط؟ يعني احنا صحيح اتفضل. يعني تقصد انه الكلف التشغيليه يجب حسمها باستثناء رب رواتب المعلمين، رواتب المعلمين حتى تظل هالدوره ماشيه، شو رايك بهالاقتراح اللي بيقترحه البعض؟ مضبوط، المعلمين لهم حق ياخذوا رواتب. عرفت علي؟ انا متاكد في كثير من المدارس خصموا على المعلمين، في معلمين احنا بنعرفهم اقارب لنا قالوا ما اعطوناش نص راتب، ولما صاحب المدرسه يجي يطلب مني يقول لي بدي اعطي رواتب، طب انت ما اعطيت نص راتب. شوفريه الباصات وقفتوهم، يعني ما اعطيتوهم مش اصرارات اللي ما اشتغلوش نهائيا، خاصه الباصات المستاجره. عرفت؟ رجع للباصات العقود، يعني انهوا العقود معهم ورجعت الامور زي ما كانت. فالمدارس بيطالبوا فينا في دفعات هم مش دافعينها، وبيطالبوا فينا ندفعها احنا. نعم. عرفت علي؟ نعم. طيب حاب تضيف شيء اخوي مراد؟ لا بس الله يجزيك الخير يا الله يكرم. الله شكرا لك، شكرا على يعني هذا النقل لواقع أولياء الأمور وعلاقتهم بالمدارس الخاصة، الأخ مراد أبو صالح واحد من أولياء أمور الطلبة الموجودين في المدارس الخاصة. وأنا يعني خلينا نحكي بصراحة، لازم الحكومة تتدخل في تنظيم هذه العلاقة، لابد من حماية المعلم والعاملين في المدارس الخاصة، لابد أيضا المدارس الخاصة أن يراعى أمرها، ثم لابد الأهالي يعني يكون في تقدير. أنا ما بتفق أنه في شهرين ونص في كلف تشغيلية لم يتم التعامل معها بشكل زي الكهرباء زي المية زي يعني أتفق مع الأخ مراد قلبا وقالبا. الآن رواتب المعلمين في مدارس دفعت، في مدارس خصمت، لابد يكون في يعني حتى نحافظ على هذا القطاع، هذا مش لعبة، هذا القطاع مدارس كثيرة، 40,000 معلم موجودين في المدارس الخاصة، أعداد كبيرة وغفيرة من الطلبة، هؤلاء الطلبة يعني صعب انه تقدر الحكومة انها تحطها بمدارسهم. لذلك لكن انا اللي بسأله دائما، يعني امبارح دولة الرئيس طلع علينا 14 دقيقة وحكيت في المقدمة نفسي انه كان في معلومة جديدة. يا اخي مشكلة زي هاي لماذا لا يشكل لها فريق ويعطى فترة قصيرة حتى يحلها وينظم هذه العلاقة ويتفق الاطراف كلها على مقدار الحسومات والى اخره، بدل ما ننزل على المحكمة. يعني هذه يعني الحكومة في ملفات يجب إنها تسارع في حلها، لكن أنا مرات بترك بشوف إنه الحكومة وبستغرب إنها بتتركها للتدافع بين هذه الجهات، زي قصة علاقتها مع نقابة المعلمين الآن تركيتها. يا أخي والله الملف لما يكون بارد قبل ما يسخن ويحمى ويصير فيه روس حامية إنك سهل إنك تبرده، ومن بين هذا ملف المدارس الخاصة. لذلك نتمنى يكون في حل لهذا الأمر. نكتفي، نذهب إلى وقفة ثم نعود.